من الجزائر ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور توفيق بوقعدة. دكتور توفيق أهلا وسهلا بك. دكتور توفيق، إذن بحسب هذا المشهد اليوم، بحسب التصريحات الدولية وردود الفعل التي نسمعها حتى هذه اللحظة، كيف لربما ترى مجريات هذه الجلسة المقبلة؟ تحية طيبة لكم ولكل مشاهديكم الكرام. أعتقد بأن رغم الإدانات الدولية الواسعة التي دانت ما تقوم به إسرائيل، ليس ما حدث أو لم في حرق الخيام للنازحين الفلسطينيين، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تقف في المصاد لأي جهد دولي سواء قانوني أو دبلوماسي لوقف الفوري للحرب. أعتقد بأن الجزائر من خلال مسعاها ومنذ أن أصبحت عضوا غير دائم في مجلس الأمن تسعى دائما من أجل عودة الشرعية الدولية والعمل في إطار الشرعية الدولية ووضع مجلس الأمن أمام مسؤوليته الحقيقية في وقف المجازر اللا إنسانية ضد كان لدى الفلسطينيين التي يقوم بها الكيان الصهيوني. لذلك دائما ما تتبنى الدبلوماسية الجزائرية بضرورة العودة كل مرة لمجلس الأمن لتحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لكل ما يحدث في قطاع غزة وفي رفح مؤخرا. بالتالي فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت حسب المؤشرات الدالة إلى حد الآن بأنها سوف تستخدم حق النقد لأي جهد دولي لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني. نعم، هذه الجهود واضحة اليوم دكتور توفيق، ولكن إذا ما تحدثنا عن المجريات المتوقعة بالسيناريوهات المتوقعة، هذه ليست الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الأمن، وكانت هناك معارضة واضحة من دول على رأسها الولايات المتحدة. أكيد الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعطيل أي جهد أممي و داخل مجلس الأمن وحتى داخل مؤسسات الأمم المتحدة لتعطيل أي قرار يمكن أن يفضي إلى وقف الحرب ومساعدة الفلسطينيين وتمكينهم من الغذاء وكل مستلزمات الحياة. لذلك أعتقد أن اليوم المجزرة أصبحت أكثر وضوحا، خاصة ما قامت به إسرائيل في استهداف المناطق التي أعلنت سيادتها بأنها مناطق آمنة، وبالتالي هناك تجاوز صارخ للقانون الدولي ولجميع الأعراف القانونية التي تدير بها الحروب. بالتالي أعتقد بأن هناك سخط أكبر الآن وهناك امتعاض أكبر على إسرائيل وعلى ما تقوم به إسرائيل. يمكن للولايات المتحدة الأمريكية التي الآن بدأت الخناق يضيق عليها أكثر كما يضيق على الكيان الصهيوني بأنهم يأخذون أنفسهم إلى هاوية بسبب ما يقوم به من هذه بمثل هذه الجرائم. الآن المسؤولية أمام مجلس الأمن وأمام الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ القرار الذي كان يجب أن يتم اتخاذه منذ أشهر في الوقف الفوري للحرب في غزة ومساعدة الفلسطينيين وتمكينهم من شروط الحياة التي يحتاجونها الآن. نعم دكتور توفيق، حتى وإن صدرت هذه القرارات، من يوقف إسرائيل اليوم؟ نحن نتحدث عن هذه المجزرة التي حدثت والتي يتم الاجتماع في مجلس الأمن اليوم بشأنها بعد أيام قليلة من أوامر محكمة العدل الدولية بإيقاف العدوان على رفح بالتحديد. نعم، كل المحاولات لإيقاف الكيان الصهيوني ورغم ما نشهده من حالة استنكار لكل ما تقوم به إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى التحولات الكبرى التي أحدثها طوفان الأقصى على مستوى مواقف الدول ومواقف كذلك الرأي العام العالمي الذي أصبح كله يندد بإسرائيل ودائما لقضية فلسطينية سواء في الشارع الأوروبي أو الشارع الأمريكي أو الشارع العالمي بشكل واسع، كل هذه الضغوطات وكل هذه المحاولات من أجل وقف الحرب، لكن إسرائيل دائما تضرب عرض الحائط لكل هذه النداءات ولكل هذه المحاولات، لأنها دائما ما ترى بأن هؤلاء جميعا لا يمكنهم أن يوقفوا ما تقوم به، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية دائما في صفها وتقوم بحمايتها ضد المتابعات القانونية والقضائية وضد كذلك القرارات الأممية
في مجلس الأمن. وبالتالي فللأسف الشديد نقولها أن من يستطيع الآن وقف إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، وما دامت الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تقف وشريكا أساسيا في هذه الجرائم، فلا أعتقد بأن هناك أي طرف يمكنه أن يقوم يستطيع أن يجبر إسرائيل على وقف ما تقوم به من مجازر. نعم، في الدول الغربية وخاصة في الدول الأوروبية مواقف الشارع منقسمة، ولكن يطغى عليها أيضا الخلاف ما بينها وما بين حكوماتها. اليوم هذه الحكومات التي كانت على رأس من يدعم إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة ومنها فرنسا وبريطانيا وكذلك ألمانيا، نشعر تغيرا واضحا في تصريحاتها، وكأنه لم يعد من مبرر أو مسول للدفاع عن إسرائيل بسبب فعل أفعالها الإجرامية المتواصلة. أكيد أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدار الأشهر الماضية التي لم تصرح حتى للإسرائيليين تبريرها، وبالتالي فأصبحت الدول الغربية وخاصة الأوروبية في حرج أمام أعرافها وقوانينها وتقاليدها في مثل هكذا حالات، وكذلك أمام مواجهة صريحة للشارع الأوروبي الذي انتفض عن بكرة أبيه وفي كل العواصم الأوروبية ضد ما تقوم به إسرائيل. وبالتالي فهناك تحول دمي ونوعي في عدد الدول الآن التي تقف ضد ما تقوم به إسرائيل ومساندة للقضية الفلسطينية، وما نشهده من تحولات حتى على المستوى الدبلوماسي لاعتراف العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين ورغبة كذلك العديد من الدول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين. هذا تحول كبير جدا في شارع وفي الحكومات الأوروبية، لكن دائما يبقى العائق الأساسي دائما كما قلت هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي رغم أن كل مواقف المجتمع الأمريكي بكل فعالياته وما شهدته الجامعات الأمريكية في الفترة الأخيرة من حراك ضد سياسة بلدانهم والضغوطات التي مارستها ضد الحكومة بايدن، لكن هناك إصرار من طرف بايدن من أجل ربح الكيان الصهيوني واللوبيات الصهيونية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فأن هذا الإصرار لا أعتقد بأنه سوف يستمر طويلا، وبأن ما حدث في رفح من مجزرة من محرقة حقيقية أعتقد بأنها سوف تكون نقطة تحول حتى في القرار الأمريكي ذلك. شكرا جزيلا لك الدكتور توفيق بقاعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من الجزائر.